السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما عودتكم جاية لكم بوصفة جديدة وجميلة جدا من المطبخ الإيطالي، اسمها بسكويت الكانتوتشو. ايه هو بسكويت الكانتوتشو دوت، وعبارة عن ايه، ومقاديره عبارة عن ايه؟ بسكويت او بسكويت اللوز. مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة. معانا 3 بيضات، معانا نص معلقة بيكنج باودر، رشة فانيليا، نص بشر ليمونة معايا، بناخد الأصفر بس من الليمونة، نص كوباية زبدة، كوباية لوز بقشره، معايا 200 جرام سكر أبيض كوباية، وبنفس معيار الكوباية دولت أنا أخدت 3 كوبايات دقيق. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف هنعمله إزاي. هنجيب بولة ونحط فيها 3 بيضات مع رشة الفانيليا، دي أول حاجة. هنضيف عليها كوباية السكر كلها اللي عندنا وهنضربها. في المرحلة دي أنا مش محتاجة لا خلاط ولا محتاجة مضرب كهربي، أنا هعمل بالمضرب اليدوي أو بشوكة، مجرد خلط المكونات كلها مع بعض. هضرب البيض مع السكر لحد ما السكر يبتدي يدوب معايا شوية ويبقى قوامه حلو. هضيف معاه نص كوباية الزبدة وهقلب الخليط كويس. انا حطيت كوبايه الزبده عليهم وهبتدي اضرب في الخليط ضربه خفيفه. خلطت المكونات كلها مع بعض، هنزل عليهم برشه الفانيليا والدقيق مع البيكنج باودر. حطيت بشر الليمونة وهبتدي اقلب الخليط كويس لحد ما يتجانس ويكون متماسك معانا ويكون عجينة لينة اقدر اشكلها. في المرحلة دي انا كده خلاص قلبت الخليط كويس، هستغنى فيها عن المضرب وهنزل الخليط كله عندي على البورد وهبتدي استعمل ايدي. انا حطيت الخليط كده هوت، هبتدي هشكله بايديا، هدخل الدقيق اللي عندي كله جوه العجينه، مجرد ضغط خفيف، انا مش عايزه العجينه تتماسك معايا ولا تشد ولا اطلع كل الجلوتين اللي جوه العجين، انا عايزه مجرد خلط للمكونات كله مع بعض. هبتدي اضرب في العجينه واعجن فيها كويس جدا لحد ما تتشكل معايا عجينه طريه جدا، بتلزق تلزيق خفيف في الايد بس اقدر ان انا اتحكم برضو فيها. احط كوباية اللوز، ابتدي اضغط عليه بايديا، ادخله كله جوه العجينة وابرمها واكون منها رول حلو مستطيل. انا كده اللوز كله دخل جواها، هساعد العجينة برش دقيق خفيفة لو لقيتها بتلزق في ايديا، هعملها رول وهقسم الرول دوت ل3 قطع. هاخد زي ما انتوا شايفين كل قطعة قد بعضها، هبتدي كل قطعة هقسمها لرول صغير على حسب الصاج الفرن اللي انا هخبز فيه او على حسب الصينية اللي هحط فيها، وهديها برضو رشة دقيق خفيفة لو حسيت ان هي بتلزق معايا في البورد. خلاص انا كده عملتها رول، هبتدي اركنها على جنب اظبطه، وهاخد الكورة التانية هبتدي اعملها برضو نفس الرول. انا بعمل هنا على حسب الصاج اللي عندي، طول الصاج على حسب الصينية اللي عندك بتعملي الرول. عندك صينية صغيرة هتعمليها رولات صغيرة جنب بعض، بس خلي بالك دلوقتي هقولك لما نيجي نرصها هنعمل ايه. شكلت ال3 رول على حسب الصاج، هجيب عندي صاج الفرن مبطناه بورق زبدة وهبتدي هنزل فيه الرول بتاع البسكوت بتاعي بالراحة كده. العجينة هشة جدا في ايديا وطرية جدا، يعني نمسكها بالراحة ونحطها بالراحة جدا. هساوي الرول كويس في الصينية، هحط التاني واكون حريصة ان بعمل مسافة بينه وبين
الرول اللي قبليه علشان البسكوت هينفخ معايا في الفرن وهيتغير شكله تماما. مش لازم يكون الرول مدور لان البسكوت كده كده هيتقطع بعد كده، ويعني مش هتعب نفسي في تشكيله كتير لان هو هيتغير شكله في الفرن تماما. انا كده حاول بس اظبط وشه كده، هبططه عشان ما ينفخش ويعلى كتير معايا. وبعدين هظبطه وهجيب معايا فنجال فيه ربع ميه وربع معلقه سكر. انا كده رصيتهم خلاص، هجيب الفنجال وهجيبه وهقول لكم هنعمل ايه. جبت الفنجال حطيت على الوش ميه بسكر. في ناس بتحط بيض وفي ناس بتحط لبن، انا ما بفضلش الصراحه بيض لانه بيكون تقيل جدا وبيغير في طعمه، وفي نفس الوقت البسكوت حلو جدا وجواه اصلا فيه بيض، فمش لازم. فالسكر هيديني مع الميه نفس النتيجه، هيحمر الوش بتاع البسكوت وهيخليه مقرمش اكتر معايا وهيخليه جميل. كده انا خلصتهم، هدخلهم الفرن. البسكوت ده بيتخبز على مرتين، اول مره على فرن 180 لمدة 25 دقيقة، هيطلع البسكوت بالشكل ده طري، لسه هو طري وسخن جدا، يدوبك اخد لون خفيف من فوق واخد لون من تحت زي ما انتوا شايفين، والتشقق اللي شايفينه فوق الوش ده هو الدليل على نجاح العجينة معاكي جدا. هقطع البسكويت بالعوج، مش هقطعه بس دواير عدلة هيتكسر معاك، لازم يكون التقطيع بالعوج وتكون بسكينة حامية ومشرشرة بتاعة العيش. هنقطعه زي البقسماط كده، هو هنقطعه كويس وهنبتدي نرصه تاني في الصاج. انا كده بقطع اهو البسكوت، هقطعه وهرصه. دي هدخله الفرن للخبزة التانية، تاني خبزة انا يدوبك بيتحمص، هيتحمص معايا 5 دقايق على الوش وهقلبه 5 دقايق على الجنب التاني. انا كده رصيت الكمية حلوة ما شاء الله، عملت لي صاجين من من بتوع الفرن، دخلته واتخبز والبسكوت انا خرجته زي ما انتوا شايفين لونه وهش جدا وطعمه لذيذ جدا مع كوباية شاي، فطار للصبح، عشاء خفيف بالليل، سناك للاولاد لما يرجعوا من المدرسة. وبألف هنا وشفا، اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى انكم تجربوه، وان عجبكم الفيديو